بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرر التسمية وأكرر الحمد للمولى جل وعلا، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في ديوانية آيات التي تعقد شهريا، وهذا هو اللقاء الثاني لديوانية آيات التي تلتقي بمشاهير القراء والمحبين وخدام كتاب الله الكريم. يسرني أن أرحب بكم جميعا باسم صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي الذي يرعى ويدير مجموعة آيات، ونحن وإياكم أيها الحضور الكرام نظهر الآن عبر الشاشات في قناة آيات الفضائية، ومن خلال مجموعة آيات، من خلال مواقع عدة تديرها مجموعة آيات، فسيكون كل ما يعرض في هذا المساء من خير وبركة وفضل وكلام حسن حول كتاب الله جل وعلا ظاهر لجمهورنا الكريم وفقهم الله. قبل أن أرحب بضيفنا وهو محور حديثنا في هذا المساء، ونشرف ونفخر بوجوده معنا في هذا المساء، كلمة يسيرة لصاحب الفضيلة، ويأذن لنا أن فاجأناه بهذه الكلمة، لكن بودي أن أسمع منكم كلمة في بداية هذا اللقاء. شيخ ناصر، الله يحييك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحييكم الحقيقة، وأحيي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاسم البراك، وهو القارئ المعروف وأحد أئمة المسجد الكبير في دولة الكويت. والحقيقة أننا شرفنا بهذا اللقاء، أيما شرف كون ضيفنا أحد أعمدة القراءة والإقراء في العالم الإسلامي. وجاءت مجموعة آيات اليوم لتتبنى هذه المبادرة في إقامة ديوانية آيات الشهرية، رغبة في استثمار والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال قراءة القرآن الكريم وتعليمه والقيام على خدمته. وإن كنت متشوقا لحديث ضيفنا فلا أظني الوحيد المتشوق، فالجميع متشوق أيضا للسماع منه والاستفادة من تجربته وسماع بعض المواقف الرائعة خلال مسيرته وفقه الله، والتعرف على شيء من هذه الأسرار خلال هذه المدة الطويلة التي فاقت 20 عاما. فلا أحب أيضا الإطالة، وأدع المجال لأخي كريم الأخ عبد الرحمن البشري مدير هذا اللقاء، والذي شرفنا اليوم أيضا بإدارته لهذا الحوار، فليتفضل. شكر الله لهم. شكرا لك. من جديد باسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاسم البراك. وحقيقة يعني ترددت كثيرا في سرد هذه السيرة، وإن كنا نرى أنها مختصرة لقامة مثل قامة صاحب الفضيلة، لكني مضطر لآتي ببعض النقاط اليسيرة من سيرة الدكتور محمد، وهي كما ذكرت لكم لا تعبر عن شخصيته المليئة والتي خدمت كتاب الله جل وعلا ويعرفها الجميع، بغض النظر عن هذه السيرة التي حاول حفظه الله أن يرسلها لنا مختصرة. تعلمون أن صاحب الفضيلة الشيخ محمد هو أحد مشاهير قراء القرآن الكريم، وهو يشرف بذلك كما هو كل مسلم، وهو إمام المسجد الكبير بدولة الكويت. من المعلومات الغريبة عن صاحب الفضيلة أنه حفظ كتاب الله كاملا بتوفيق من الله جل وعلا وهو لم يبلغ 8 من العمر. صاحب الفضيلة الشيخ محمد ختم كتاب الله كاملا حفظا وتلاوة وتجويدا عند 12 من عمره، والأغرب من ذلك وفقه الله وسدده وأعانه ويسر له كل خير أنه أما أكبر مساجد دولة الكويت وهو ابن 13 من عمره. حصل فضيلة الشيخ الدكتور محمد على البكالوريوس من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في تخصص الفقه وأصوله، ثم حصل على الماجستير من جامعة الكويت في تخصص الفقه المقارن وأصول الفقه، ويستعد فضيلته الآن لمناقشة رسالة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد الإسلامي من جامعة سالفورد في دولة بريطانيا، وعنوان رسالته الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية في التمويل العقاري. يعمل فضيلة ضيفنا عضوا في الرقابة الشرعية
في البنوك المصرفية في دولة الكويت الشقيقة. شيخي الحديث لكم، متى ما رأيتم أن تعطوننا مجالا لنتطفل بأسئلتنا أنا أو ربما يشاركني الإخوة الحضور فلكم التوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، بادي ذي بدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالأخوة الحضور، أرحب بفضيلة الشيخ ناصر وبجميع المشايخ الكرام وبضيفنا العزيز المقدم، وما تفضلتم به من كلام ومدح للفقير إلى الله سبحانه وتعالى قد لا أستحق هذا المدح وهذا الكلام، فأنا جزء من ما أفاء الله علينا به من نعمة القرآن ومن نعمة الإسلام. الشكر موصول للشيخ ناصر على هذه الدعوة الكريمة، مثل ما تفضل في البداية يعني اتصالي كان معه يعني اتصال مفاجئ، وسبحان الله تيسرت الأمور وأنا في بريطانيا أبلغته بأني يعني عندي إجازة لمدة أسبوع راجع فيها إلى الكويت، فطلب منا رعاه الله أن تكون هذه الاستضافة، وبالعكس لبينا الرغبة يعني مباشرة لحبنا وتقديرنا لأخونا وحبيبنا الشيخ ناصر القطامي عسى الله يحفظه ويبارك فيه، وأيضا للشرف لمشاهدة هذه الوجوه المباركة والتي أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع الطيب أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا اسمحوا لي راح أتكلم باللهجة العامية الكويتية، فلو مرت أي كلمة مو فاهمينها عندنا مترجم اللي هو أخونا محمد عباس راح يترجم لكم المفردات. الله يحفظكم. وهذه فرصة دكتور نرحب بالأخ أيضا محمد عباس. طبعا الدكتور محمد أخونا وحبيبنا وقارئ ومنشد وطبيب عسى الله يحفظه، وسنستعين به بعد قليل إن شاء الله يعني. الله يحفظكم. طبعا أنا بدايتي كانت في 1990 في الميلادي، أي ما يقارب أتوقع في الهجري 1409 أو 1410، وكانت في بداية الغزو، كان عمري تقريبا ما بين 8 إلى 8.5. بداية الغزو يعني أول ما صار الغزو كان في خوف، كان في رعب، كان في طبعا صوت دبابات ومفجرات، فأنا يعني بصغر سني كنت أشعر بالخوف، فالوضع يعني كان مخيف، وبيت العائلة الكل كان موجود عند بيت الوالد رحمة الله عليه، أخواني وخواتي وانسباي جميعا موجودين في بيت العائلة، وطبعا الدراسة كانت موقفة ما كانت في دراسة، فأتاني نسيبي اللي هو زوج أختي، فقال لي محمد شنو تحفظ من القرآن؟ قلت له والله ما أحفظ إلا صورة يعني اللي يلزموننا فيها المدرسة، صورة الإخلاص وصورة الناس وخمس آيات من سورة تبارك. فقال ما شاء الله تحفظ من سورة تبارك، ترى سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر. فإحنا كنا خايفين يعني إن يعني أنا كان ببالي إن أنا بأي فترة ممكن إني أنا أموت أو يصير موت، كتفكير طفل يعني. فقال لي إذا حفظت سورة تبارك تنجيك من عذاب القبر، هي المنجية. فقال لي ممكن تقرأ، فقرأت أنا يعني سبحان الله. وهني وهذه نقطة، أنا ربي لك الحمد أن أنا كنت متعلق بجدي جدا رحمة الله عليه، جدي والدي، وهو دائما أنا كنت أروح معه المسجد، حتى في موقف طريف يعني كان عمري 7 سنوات أو 7.5 سنوات، وهو ما شاء الله عليه يسمونه حمامة مسجد، يقعد من العصر إلى صلاة العشاء، وأنا كنت متعلق فيه فأروح معه المسجد. لما تصير صلاة المغرب وصلاة العشاء الناس لما يسجدون العقال يطيح بالأرض، فأنا أروح أخذهم كلهم وأقطهم بزاوية المسجد وراء، فيعني كانت هي لطافة، وكانت يعني بالنسبة حق جدي إنه يعني لما يروح البيت يقول حق والدتي
محمد فشلني قدام الناس وفشلني قدام المصلين، فأنا كنت متعلق فيه جدا جدا، حتى هو لما يقيم الليل يقعد يقرأ القرآن، فأنا كنت أقعد يمه، وهو ما شاء الله قراءته كان يقلد فيها رحمة الله عليه يعني حبيبنا وحبيب الجميع إمام الحرم الشيخ عبد الله خياط، وكان صوته جميل، وأنا حبيت الشيخ عبد الله خياط وقراءته من محبتي لجدي. فيوم سألني نسيبي، طبعا أنا كنت أقرأ بس ما حد كان يدري عني، بس أقرأ بس ما أدري هل قراءتي صحيحة مو صحيحة، بس كانت عندي الجرأة، وهذه نقطة هني، إن الجرأة إذا صارت مع الشخص تفتح له أبواب كثيرة. فقرأت بداية تبارك، يعني استغرب أنه فكر أن أنا راح أقرأ له مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، اللي هي قراءة الأطفال العادية، بس لا، أنا قرأت له بترتيل، طبعا ما أذكر هذاك الترتيل. فهو استانس، انبهر، يعني شلون عندي هذه الجرأة وهذه الـ يعني جمال الصوت بهذاك الوقت وبهذا السن أن تكون عندي. فنادى والدتي ونادى خواتي من وراء الباب، وسمعت الوالدة انصدمت، أول مرة يعني هذا محمد اللي نسميه بالكويتي المشاغب الشيطان، شلون يطلع منه، شلون تطلع منه هذه القراءة وهذا الارتجال وهذه الثقة لما يقرأ القرآن. فبكت والدتي، وهني بعد في مشهد اللي هو يبين أثر دعاء الوالدين. فأنا طبعاً ما سمعت دعائها، بس بعدين خواتي قالوا لي إن دعت لك يعني بالتوفيق والسداد والصلاح. فكانت هذه بداية الانطلاقة، قال خلاص مدام أنت ما شاء الله صوتك جميل وصوتك حلو، أبيك تحفظ لي هذه الآيات من تبارك. فبلشت في بداية 5 الآيات الأخرى، 5 الثانية، إلى أن أتممت سورة تبارك. وكانت يعني نقطة مفصلية بالنسبة لي، لأن أنا كنت خايف من موضوع الغزو، وخايف من الحرب، وخايف من اللي صاير في الكويت. فالحين أنا ضمنت، قلت خلاص إذا أنا الحين مت الله ما راح يعذبني بالقبر، يعني سبب حفظي لسورة تبارك كان هذا هو السبب. مثل ما أنتم عارفين أن في أيام الغزو ما كان في أئمة ولا كان في مؤذنين، وهذه سبحان الله قد تكون خيرة لبعض الناس ومنهم أنا. نسيبي عرض علي، قال لي طيب ليش ما تأذن بالمسجد؟ سمع أذاني، وبالعكس كنت أقلد الأذان المصري القديم اللي يعني أول في تلفزيون الكويت ما كان يعرض غيره، اللي هو أذان شيخنا مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه. فكنت أقلده، وهم انصدم ما شاء الله يعني كان صوتك حلو ليش ما تروح تأذن، لأن هم في واحد يأذن في المسجد عمره ما يقارب 15 إلى 16 سنة. فقال بالعكس أنت صوتك أفضل منه وأحسن منه، ليش ما تروح تأذن أذان العصر؟ فقلت له بالعكس أروح أذن، هم صارت عندي الجرأة أني والله بالعكس أبي أروح وأبي أذن وأبي يعني أخلي الناس تسمع حق أذاني على أساس أن أتي وتصلي. هم كلمني عن المؤذنين هم أطول أعناقا يوم القيامة، والأحاديث في, في, في فضل المؤذنين والأذان. وسبحان الله رحت أو توني بغيت أذن، ولا يجي اللي هو أحد الشيبان الكبار في المسجد، هذا أنا ما بلشت الأذان، فقال لحظة ياهل تبي تخليه يأذن؟ قال له ما يخالفه، هو أذان مو صلاة، اسمع أذانه إن يازلك كان بها، إن ما يازلك خلاص ما يأذن محمد. وهو يعني عنده ثقة إنه بالعكس إنه صوتي راح يعجب في هذا الشايب. وفعلا والله يوم أذنت وخلصت الأذان، طبعا كانت هذه صدمة بالنسبة حق أهلي، والدي ووالدتي وجدي اللي أنا متعلق فيه وجدتي، فدروا أن هذا صوت محمد هو هذا اللي أذن. فهذه كانت البداية الحقيقية لمحمد البراك، اللي هي كسرت حاجز الخوف، كسرت حاجز الرهبة، كسرت حاجز الحياء بيني وبين الميكروفون أو بيني وبين الناس. فيوم انتهيت من الأذان الشايب قال حق نسيبي خلاص ما عاد يأذن إلا محمد، ما نبي غيره يأذن. فأيضا هذا باب ثاني اللي هو التشجيع، يعني إذا الشخص أو إذا الإنسان الموهوب صارت عنده مثلا موهبة القراءة أو موهبة الأذان، ترى الناس اللي حوالينا لهم فضل كبير من بعد الله سبحانه وتعالى، سواء في تشجيعه، سواء في توجيهه بالكلمة الطيبة أو بالنصح الرشيد. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يسر لي حفظ جزء تبارك،
وكان أيضا بتشجيع يعني نسيبي وأحد المصلين جزاهم الله خير رتبوا حلقة قرآنية وكنت أنا من ضمن هذه الحلقة، فابتدأوا بحفظ جزء عامة. وأيضا هنا في نقطة، أنا كنت يعني متعلق جدا في موضوع الكرة، إني أنا ألعب كرة، فبعض الأوقات تجيني أوقات إني أنا والله مثلا ما أحفظ هذه الصورة أو أتكاسل في حفظها، فيصير مثل موضوع الثواب والعقاب، فيقول لي نسيبي يعني إذا حفظت هذه الصورة بكرة راح أرتب لعب كرة قدم. فهذه أيضا نقطة مهمة للأطفال أو للآباء اللي عندهم أولاد اللي هو موضوع الترغيب والترهيب. مثلا إذا كان ولدك متعلق بأمر معين أو بموهبة معينة، جميل جدا أن تربط مثلا حفظ القرآن معه، وهذه من الأسباب اللي أنا يعني أعانتني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت في بداية جزء عامة. لله الحمد انتهى التحرير وانتهى الغزو وصار التحرير، حتى أذكر آخر آية حفظتها في الغزو كانت سورة قاف، بما أنها كانت تتكلم عن الوعد والوعيد وعن الموت، فسبحان الله يعني حفظت آخر آية فيها، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قعدنا الصبح ولا على التحرير. طبعا من ضمن الأسباب أيضا اللي هي القصص في القرآن الكريم، أنا كنت أحب القصص جدا جدا جدا، وكنت أعشق سورة يوسف، فكنت أذهب إلى أقربائي مثلا أختي أو زوج أختي أقول لهم ما يخالف تقولوا لي سورة يوسف، فكانوا يمسكون المصحف ويقرؤونها لي ويفسرونها لي باللهجة العامية اللي تناسب عمري وتناسب يعني صغر سني. فمثلا اليوم أسمعها من أختي، أروح بعدين حق زوج أختي أقول له ما يخالف تقول لي هذه القصة، قال لي القصة مرة ثانية، أروح حق أختي الكبرى أقول لها ما يخالف تقولي لي القصة، فكنت أسمعها باستمرار كقصة بدون قراءة آيات بدون شيء. سبحان الله جيت أنا حق نسيبي وقلت له سمع لي سورة يوسف، قال أنت ما حفظتها، قلت له أنا ما حفظتها بس من السماع يعني حفظت بعض آياتها، قال لي أوكي سمع، هو عبالة بسمع له مثلا آيتين ثلاث آيات أربع آيات، ولله الحمد سمعت له تقريبا أول أربع وجه بلا خطأ. فقال لي انت شلون حفظتها؟ قلت له والله ما حفظتها من الـ من الـ من الـ من القصه، لحبي للقصه. فهذا ايضا سبب ثاني يعين الشخص اذا كان اذا حبب اليه مثلا سماع القصص. يعني مثلا انا عن تجربه حاليا مع بناتي، بلشت معاهم بسور القران، مثلا سوره موسى او سوره عيسى عليه السلام، قصه موسى وقصه عيسى قصه يوسف، فلما أقول لهم القصة بعدين أقول لهم الآيات، ترى هذا شيء يحبب إلى الطفل خاصة، شيء كبير. فقال لي ما شاء الله مدام حفظت أربع وجوه ليش ما تكمل حفظ السورة؟ قلت له يلا بالعكس، وسبحان الله بلشت بحفظ السورة، هي أول سورة تعتبر من السور الطوال اللي حفظت فيها سورة يوسف. مر علينا أول رمضان بعد الغزو مباشرة، وطبعا إمام المسجد الحي اللي أنا كنت فيه كان يعرف أن أنا فقط يعني أؤذن وصوتي جميل وما عندي القدرة أني أنا مثلا أئم أو كذا، ما فتح معي الموضوع هذا أبد. فكان يقول يعني إن شاء الله بإذن الله نشوفك إمام هذا المسجد إن شاء الله، فأنا أقول له بالعكس إن شاء الله وكذا، بس أنا كنت مستبعد هذا الأمر يعني كل الاستبعاد. كنا نصلي والله أذكرها كانت ليلة تقريبا 18 رمضان أو 19 رمضان 1991، يعني تقريبا 1411. خلص الثمان ركعات التراويح، التفت علي كان يقول لي يلا محمد صلي الشفع الوتر. أنا انصدمت، واللي جنبي أيضا يعني يقولوا لنا محمد يصلي ولا قصدك المؤذن؟ قال لا محمد خلي يصلي. مسجد منطقة السرة، مسجد مريم شاهين الغانم رحمة الله عليها، هي بنتها ب 1977. فأنا على طول استأنست أني أنا بالعكس بصلي، وأنا سبحان الله يعني طبعا بعد ما حفظت جزء عمة وحفظت سورة يوسف كنت طبعا أستمع لقراء وأحفظ من أدعيتهم، ويعني لهم الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في تكوين
قراءة محمد المراك، وهم الشيخ الله يحفظهم ويبارك فيهم محمد المحيسني، الشيخ أحمد العجمي، وخالد القحطاني. فتكونت عندي بعض القراءات لهؤلاء المشايخ، فأنا كنت جاهز، حتى أنا كنت أدعيتهم كنت حافظها، يعني بعض الأدعية كنت حافظها بالضبط مثل ما يقولونها مثل كذا. فصليت الشفع، كنت حافظ سورة الأعلى وسورة الكافرون، وصليت الوتر، والله فتح علي ذاك اليوم في الدعاء. فاستانسوا المصلين، كانوا تقريبا سطرين أو سطرين ونص، والشيبان واللي موجودين ما شاء الله، الله يبارك لك، ليش ما تصلي أنت ويا الدكتور محمد النفيسي، هو اللي قدم لي الصلاة الله يذكره بالخير. فبالعكس الدكتور محمد استانس ورحب. فسبحان الله صارت أيضا اليوم الثاني قدم لي الشفع والوتر. بعدين صارت اللي هو صلاة القيام ليلة 20 و21 و22، والحمد لله كنت أيضا أصلي الشفع والوتر فقط، ما كنت أصلي الصلوات العادية. في ليلة 23 أو 24 سمع عني الدكتور نجيب الرفاعي، وطلع معاي أول لقاء تلفزيوني حتى حاليا موجود على اليوتيوب، لو تكتبون محمد البراك رسائل الإخاء أول لقاء طلعت فيه للجمهور على التلفزيون، كان عمري تقريبا 9 سنوات أو 9 سنوات ونصف. طبعا يعني أنا وقتها كنت خجول، ما كنت أتكلم، بس لصغر سني هو كان يسألني وأنا كنت أجاوب. حتى يعني لو بعض بعد اللقاء تدخلون على اليوتيوب راح تضحكون، يعني تشوفون شكل ثاني غير الشكل الحالي. فكان يسألني عن بداياتي، وسألني عن تقليد بعض الأصوات، فقلت للشيخ سديس والشيخ علي باجابر والشيخ المحيسني والعجمي. فبعدين أعلن، قال للناس ترى محمد يصلي في مسجد مريم الغانم وكذا وكذا في رمضان. وسبحان الله خلص اللقاء وعرض على التلفزيون، والناس ما شاء الله يعني تقبلته تقبل جيد، والجيران جو حق والدتي ويسلمون عليها. طبعا في نقطة أنا ما قلتها، التعامل الوالد والوالدة بعد محمد القارئ ومحمد الطفل اختلفت 180 درجة. يعني أول محمد كان خلينا نقول يضرب مثلا، كان شيطان، كان يرفع عليه الصوت، بس سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل كتابه الكريم تغيرت النظرة وتغير التعامل. حتى في احنا عندنا في الكويت وقت العيد يعطون عيادي، فأنا عندي أخو أكبر مني رحمة الله عليه توفى وأصغر مني، فسبحان الله مثلا هو يعطونه مثلا دينار بالعيد، وأنا يعطوني لا 5 دنانير، لا أنت غير، أنت الشيخ، أنت اللي تصلي وأنت اللي تأذن. فأيضا المفارقة وال حتى الله يرحمها ويغفر لها، جدتي لما تعطيني فلوس حق المدرسة تقول لي هاك أخذ الدينار، أنا طبعا وقتها الدينار يعني صعب، إحنا كانوا عادة يعطونا مثلا ربع دينار أو نصف دينار، تقول لي أخذ الدينار وخش تكرمون بالإدلاق عشان لا يشوف أخوك عامر، هي تعطي نص وأنا تعطيني دينار. فسبحان الله يعني هذه كلها من يعني بركة القرآن. بعد ما انتهينا من هذا اللقاء رحت حق الصلاة، وكلمني الإمام قال لي خلاص اليوم أبيك تصلي آخر ركعتين ويا الشفع والوتر، لأن مدام الشيخ نجيب الرفاعي ذكر أنك تصلي يعني الناس لا يون على شفع ووتر، لا صل ركعتين وشفع ووتر. كانت هذه ليلة تقريبا 25، فما شاء الله تبارك الله دشينا المسجد ولا المسجد ممتلئ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ذاك اللقاء. صلينا ليلة 25 وليلة 26 ليلة 27 الناس كانت مالية المسجد من صلاة المغرب. ممكن ترجع مرحلة الخوف يوم شفت العدد وشفت الحضور؟ طبعا العدد والحضور ربي لك الحمد ما أثر فيني، لأن ما قلت لكم هو الحاجز اللي كان الأساسي أول شيء هو موضوع الأذان، بعدين موضوع الصلاة من أول صلاة صارت فعلا كان في خوف، كان في رهبة، الصوت كان في رجفة، بس بعدين ثاني أو ثالث يوم الحمد لله رب العالمين يعني الله سبحانه وتعالى يسر الأمور. السؤال اللي سألتني يا الله يحفظك سألني إياه، بس أنا بجي له هذا إن شاء الله، سألني إياه رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين الشيخ جابر، بس بعدين ذكرني بالموضوع. وسبحان الله الناس كانوا موجودة من بعد المغرب وأملت المسجد،
فيعني هذه كانت يعني كانت الانطلاقة خلينا نقول الحقيقية لمحمد البراك. حتى يعني كانوا يقولوا للناس إنه والله في ناس كانوا يجونك من الخفجي وفي ناس جو من قطر عشان يصلون يعني في المسجد. وربي لك الحمد يعني في نقطة هي معينة لازم أشير لها. بعض الناس أو الأقرباء الخاصين اللي معاي أو اللي ساندوني يقدموا لي النصيحة كانوا دائما ينبهوني من موضوع الرياء وموضوع العجب بالنفس وموضوع أن لا يحوشك الغرور وكذا. فهذا سبحان الله خلى عندي ردة فعل أن أنا فعلا لا أصير يعني مغرور. هم كانوا خايفين علي لصغر سني، عمري تقريبا 10 سنوات 11 سنة، فكانوا خايفين من ان انا يعني يحوشني بعض الغرور او بعض العجب بالنفس، ولكن ربي لك الحمد هذا الامر ما كان موجود، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم بفضل التوجيهات اللي كانت من الناس او الرفقاء المحيطين بي. يعني مهم الواحد يسمع من حولها. اي نعم، وانت كنت صغير في السن فكنت انت تتشكل على 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 ما هم يريدون، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد رمضان حتى يعني نظرة المدرسين ونظرة ناظر المدرسة تغيرت بالمعاملة مع محمد البراك اللي كان قبل الغزو واللي كان بعد الغزو. أنا كنت أقرأ في الصباح في طابور الصباح، وحتى التمييز سبحان الله كان في المدرسة، يعني يقولون أنت خلاص يعني أنت يعني قارئ القرآن، حتى لو مثلا مرات أدش متأخر يقولون لا ده حافظ القرآن خل يدخل. فسبحان الله هذا سبحانه من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. نأتي حق السنة الثانية إلى رمضان، وهي نقول الانطلاقة الحقيقية أو الـ يعني شهرة محمد البراك على النطاق اللي هو الدولة أو نطاق الخليج. طبعا في خلال بعد رمضان اللي أنا أول شيء صليت فيه كان بعض اقتراح الأخوة إن أنا ليش ما أسجل إصدار قرآني. فبما أني كنت حافظ سورة يوسف وكنت حافظ سورة يوسف قد يمكن يعلم البعض، فكانت أول إصدار لي سورة يوسف، وربي لك الحمد يعني الله بارك فيها وانتشرت انتشار يعني كبير على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج، وهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. نفسه الله يذكره بالخير الشيخ نجيب الرفاعي، الدكتور نجيب الرفاعي كان جايني في رمضان الثاني اللي صليت فيه وقال لي احنا داشين مسابقة على مستوى دول الخليج باختيار يعني شخصية نموذجية تكون قدوة للشباب وللأطفال، فوقع الاختيار عليك ان انت تمثل دولة الكويت. فكانوا يمثلون حياتي اليومية ان انا شلون اروح المدرسة ان انا اروح المسجد ان انا كذا، وكان هذا في رمضان. فيوم صلى التراويح معاي شاف الحضور ما شاء الله كبير والناس قاعد يصلون برا، فقال ليش ما تصلي في المسجد الكبير؟ طبعا انا كنت صغير والدي كان معاي ونسيبي، فقال ولا بالعكس يعني ما اظن ان محمد يعني في عنده مشكلة لو صلى في المسجد. قال خلاص خلوا الموضوع علي وأنا إن شاء الله برتب الموضوع. ترتب الموضوع وتيسرت الأمور وجتنا الموافقة، دقوا على الوالد رحمة الله عليه العصر، قالوا خلي يجي محمد المسجد عشان نشوف السماعات ونشوف مستوى الصوت. فدشيت المسجد ولا لقيتهم مشغلين إصداري اللي هو سورة يوسف أساس يعني يشوفون السماعات وكذا. فيوم دشيت بقرأ فقالوا لا ما يحتاج تقرأ، احنا بس نبيك تشوف المسجد وتشوف طبيعة المسجد عشان تروح منك الرهبة وقت الصلاة. وكانت فعلا هذه أول مرة يعني أنا أشوف فيها المسجد الكبير. فتم الاتفاق على أن تكون صلاة واحدة اللي هي ليلة 27 فقط، صلاة واحدة كانت ب 1993 أي 1400 تقريبا و 13 14. وسبحان الله رب العالمين بارك في هذه الليلة، يعني الحضور تجاوز 60 أو 65 ألف، وما كنت أنا أصلي بروحي، والدي قال يعني محمد يتعب إذا صلى بروحه، فتمت الاستعانة بالله يذكره بالخير الدكتور صلاح الراشد،
هو اللي صلى معي أول 4 ركعات، وبعدين أنا صليت آخر 4 ركعات مع الشفع والوتر مع الدعاء. وكانت ليلة يعني ربي لك الحمد كانت مباركة، والله سبحانه وتعالى بارك فيها وفي الحضور وفي القراءة وفي الدعاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بعد رمضان هذا 3 أو 4 يوم جانا اتصال من الديوان الأميري لوالدي، وقالوا له إن يعني سمو الأمير يبي يقابل محمد البراك أيام الشيخ جابر الله رحمة الله عليه. نعم. فيعني أنا طبعا ما كنت أدري بالموضوع، كنت بالمدرسة حالي حال، كان عمري تقريبا 12 و13 سنة، فكان حالي يعني طبعا إن أنت تشوف الأمير بال يعني حدك الصور والتلفزيون، بس إذا أنت تبي تشوفه على الطبيعة بالنسبة لي من سابع المستحيلات كانت. سبحان الله جيت البيت قال لي ترى الشيخ جابر يبي. قلت له أي شيخ جابر؟ ما يعني أنا حتى الشيخ جابر كنا على صغر سني كنا النادي بابا جابر، ما كنا النادي بابا. قال لي بابا جابر الشيخ الأمير يبي يقابلك. قلت له لا تقص علي. قال لي والله دقوا علي وكذا وجهز نفسك، أظن كانت بكرة أو بعد بكرة راح نروح له. وسبحان الله يعني رحنا له وسلمنا عليه، ويعني كان يعني من 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 شدة المفاجأة يعني أنا ما كنت عارف شنو أقول أو شنو أتكلم، فغالبا كان والدي رحمة الله عليه هو اللي يتكلم. الشيخ رحمة الله عليه جابر حس بخجلي، فدائما يسأل والدي أن إحنا سمعنا أن محمد يقلد الشيخ زديس، فقال له والدي إيه والله يقلده، وأنا ساكت يعني. وبعدين يوم طلعنا يقول لي أبوي يعني أنت فهمها، قال لك يقلد اقرأ له. فقلت له أنا جدران يبني يقرأ ما أمير أمير وأنا قاعد يمه. فطبعا وبعدين والدي قال تحب أنه يقرأ لك؟ قال والله يليت أسمع منه. فسمع مني قلت وقتها الشيخ زديس الله يحفظه ويطول بعمره والمسي عليه شيخنا وحبيبنا. فما شاء الله قاعد يمدحني انها يمدح في القراءه. وبعد ذلك نصحني قال لي هذا القران فقال لي هذا القران امسك عليه، هذه كلمته والله، قال لي هذا القران امسك عليه هو اللي راح يعزك في هذه الدنيا ويعزك في الاخره، وانت مثال للشاب الطموح المجتهد، واحنا بالعكس نعتز ونفتخر باشخاص مثلك، وانتم اهل القران لكم العزه ولكم الكرامه ولكم التوفيق. فيعني مثل فنوع هذا الكلام سبحان الله يعني اعطاك اريحيه واعطاك يعني شعور بان يعني الامير لما يكلم طفل عمره ما يتجاوز 13 ترى لها وقع كبير في النفس. فمثل هذه الكلمات لها وقع كبير في النفس، أن أمير دولة يكلم طفل شاب عمره ما يتجاوز 13 عام بهذا الكلام وهذه النصائح. وبعد ما انتهينا ذكر لي قال لي السؤال اللي أنت مساء سألتني، شنو شعورك يوم شفت هذول الآلاف المؤلفة تصلي وراك؟ فأنا كان يعني إجابتي طبيعية طفولية، قلت له والله يبا يعني صلاتي كانت يعني في المسجد الكبير مثل ما كنت أصليها في مسجد السرة، ما حسيت يعني بفرق. فهذه نفس الإجابة اللي أنا جاوبتك عنها، لأن في كسر حاجز صار بيني وبين بين بيني وبين الناس وبيني وبين الميكروفون. فسبحان الله هذا كان توفيق وفضل من رب العالمين. فذكر لي قال لي ترى أنا كنت حاضر الصلاة وأنا كنت موجود وما شاء الله الحضور كان طيب وفي ناس تأثروا، لأن وقتها كان دعائي فقط مخصص عن الأسرة، وكان بعد يعني الغزو مباشرة الموضوع الأسرة، وكان يستعطف الناس والشارع الكويتي خاصة، حتى في حالات صارت فيها إغماء من والدات الأسرة وكذا أخذوهم على الإسعاف، فهو يعني حس بهالشيء. قبل لا نطلع قال لي أبي منك طلب. قلت له تامر يبا. قال لي أبي الصلاة اللي صليتها تسجلها وتنشرها حق الناس وأبي منها نسخة. ما شاء الله. إحنا كنا مسجلين الصلاة بس ما كان ببالنا إن إحنا يعني ننشر الصلاة أو ننزلها. بس سبحان الله هني أيضا نقطة ثانية، عندما يعني يأتيك ولي الأمر وهو يكون حريص على هذا الشيء، فإحنا بالعكس أخرجنا هذا ثاني إصدار لي اللي هو الرحمن الواقعة مع الدعاء،
فكان يعني كنا نتعب عليه وسهرنا عليه، وكنت أجلس في الاستديو حتى مرات ما كنت أروح المدرسة. فأول ما خلصنا الإصدار والحمد لله تم يعني تم نشره، اتصلت مباشرة على مدير مكتبه، وأنا ما كنت متوقع يعني إنه بيكون في تفاعل بالموضوع. قلت أنا بقول له من باب يعني الأدب والاحترام إني أنا والله خلصت الأشرطة وبهديها حق الأمير، وأنا كنت مفكر إن أنا بعطيها مدير مكتبة يوصلها للأمير. فقلت له أنا حاليا عندي الإصدارات، شلون الطريقة أجيبها لك أبو عبد العزيز؟ يقول لي لا لا لا، قال لي عطني 5 دقائق وأكلمك. أقل من دقيقة رد دق علي مرة ثانية، كان يقول لي باكر تجي تقابل الأمير. قلت له أنا؟ قال لي إيه أنت تجي باكر، بس تعال بروحك، يبيك بروحك. فأي قلتها بيتوحد فيني. وسبحان الله رحت له، وفعلا هذه المقابلة الثانية كانت مقابلة يعني أب مع ابنه. فتح معي الموضوع وإنه ما شاء الله ودراستك وين ناوي تدرس، من ضمن الأسئلة هذه. فقلت له والله أنا يبا بخاطري أدرس لما أخلص الجامعة بالسعودية، بأي جامعة بالسعودية؟ قال لي ليش؟ عندنا هني جامعة الكويت، مع أنه هو اللي يعني رحمة الله عليه هو اللي أمر بتأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 81. فقلت له أنا والله حلمي وخاطري من صغري إن أنا أكمل في السعودية، مو قصورا بجامعة الكويت، لا والله بالعكس، بس يعني حلم، وكل واحد عنده حلم وده إنه يحقق هذا الحلم. قال لي خلاص إذا خلصت الثانوية عطني خبر ودراستك راح تكون على حسابي الخاص، أنتم أهل القرآن تكرمون، والواحد يفخر ويعتز بخدمتكم وبالسعي لمصالحكم. فلما رئيس الدولة أو أمير الدولة يكلمك بهذا الكلام ويوعدك بهذه المواعيد، أنت بالعكس أنت يعني يكون لك حافز، فتح الله عليك شيخ، يكون لك حافز أنك أنت تسعى للأفضل وتسعى للأحسن وتسعى للتطور. قربنا على رمضان الثاني بالنسبة حق المسجد الكبير، وهنا أيضا نقطة فاصلة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل في ميزان الحسنات إن شاء الله. كلموني إدارة المسجد الكبير قالوا لي ها محمد إن شاء الله مستعد حق ليلة 27. قلت لهم والله أنا مستعد باللي تأمرون فيه، بس ليش ليلة 27؟ ليش ما تصير الليالي العشر كلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا أتت العشر أحيا ليلى وأيقظ أهلها وشد مئزرها. ما كانوا يقولون إذا 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 حضرت ليلة 27؟ وبوقتها كانت في صحوة الناس لما يقولون يعني تخصيص ليلة 27 هي بدعة وما يجوز تخصيصها، يعني في عندنا ليالي هي الوتر 21 و23. فقلت لهم ليش تدشون تدخلون في هذا المجال؟ فقالوا يعني الوزارة والميزانية وراح تكون وكذا. فقلت لهم انتوا اسعوا، ان تيسرت الامور كان بها، ما تيسرت احنا بذلنا الاسباب وسوينا اللي علينا. وهذا كم عمرك شيخ؟ 14 تقريبا. كل هالتوجيه ما شاء الله. و14 طبعا هذا كان بتوصية من الناس اللي حواليني، مثلا والدي، نسيبي، بعض الأصدقاء المقربين، طبعا اللي أكبر مني اللي لهم. أي نعم. فسبحان الله دقوا علي قالوا أبشرك الوزارة وافقوا بـ 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 بصلاة الـ بـ بـ كان يصلوا قبل يعني في الجامع. طبعا الجامع الكبير ما كانوا يصلوا فيه قبل إلا صلاة 27 اللي صارت، اللي أنا صليت فيها أول صلاة. طبعا المسجد الكبير ما شاء الله قاعة عودة كبيرة تشير حول 12,000 مصلي داخل، وفي مصلى يومي يشيل حول 8,000 أو 6,000، فهو فقط لليومي، والكبير كله مسكر ما يصلون فيه. فرمضان الثاني ربي لك الحمد تمت الصلاة جميع العشر، والحمد لله هذه السنة تمت من 1414 أو 15 إلى يومنا هذا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. عندما انتهيت من المرحلة الثانوية أتى تحقيق الحلم، موضوع تحقيق الحلم، فسجلت أني أنا بدرس في، وهني يعني هذه طبعا من المواقف اللي أنا ودي أتكلم عنها في أثر القرآن على محمد البراك. هذا هو أول موقف. لما خلصت الثانوية قدمت موضوع أني أدرس في جامعة الكويت، والحمد لله تم قبولي في كلية الشريعة، بس أنا داخليا ماني مرتاح. أنا قلت أنا حلم أني أنا أدرس بالسعودية، مو أني أنا أدرس في الكويت. كانت ظروف معينة أسرية ما خلتني أني أنا أسافر هذه السنة، كانت 98 اللي هي 1419.
خلصت أول سنة في الكويت وأنا ماني مرتاح. كنت أحاول إني أروح أقدم على منحة إني أدرس، رحت التعليم العالي، فقالوا لا خلاص أنت الأولوية الآن حق خريجين 99، فأنت راحت عليك يعني، إلا إذا يعني في أمور معينة تدرس على حسابك الخاص أو كذا أو يعني، وبس الجامعات ما راح يعطونك منحة لأن أنت مو جاي من طرف وزارة التعليم العالي. ف ما أذكر والله منو قال لي أنت مو الأمير، قال إذا أنت خلصت تعال، يمكن هو يعني يرتب أمورك ويخلص. فقلت له وين الأمير، أنا آخر مرة قابلته قبل 4 سنين، وين يذكرني الحين؟ يعني وين راح يذكر موضوعي؟ أو يمكن حتى هو ناسيني أصلا. فاتصلت على مدير مكتبه، السلام عليكم أبو عبد العزيز، هلا. قلت له معاك فلان الفلاني، أهلا شلونك وش أخبارك أنت صار عليك؟ قلت له والله أنا أبو عبد العزيز خلصت الثانوية ودرست أول سنة بالجامعة، وبصراحة يعني أنا بخاطري أدرس. قال لي أنت مو الأمير قال لك إذا خلصت تعال لي، ترى هو يسأل عنك، صار على محمد إيش ما صار عليه، أنت وينك أصلا إحنا ندورك. وهو قال لي كذي كأنه اللي كانت عليك ما يبارد، إنه خلاص هذا الحل وصل، ووصل الفرج من الله سبحانه وتعالى. فقلت له أنا موضوعي أبو عبد العزيز كيت 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 كيت. قال لي خلاص عطنا يومين وأرد عليك. يومين ولا وكيل التعليم العالي متصل علي، تعال لي المكتب. رحت للمكتب، حياك الله وشلونك واسمح لنا احنا ما عرفناك وكذا وكذا. قال لي احنا مخصصين مقعدين لك، بس صاحب السمو امر ان مقعد هذا يخصص لك انت يا محمد البراك، واللي الخريجين هالسنه يتنافسون على مقعد واحد. فيعني هذه كانت فاتحه الخير لي، وهذا كله يعني كل اللي صار هذا بسبب يعني بسبب توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب هذا القرآن المبارك. أول سنة رحت درست فيها طبعا، بعدين رديت من باب الشكر ورد العرفان، طلبت مقابلة الأمير، أعرض له درجاتي إن أنا يعني هذه درجاتي وكذا، وبشرك أمورنا طيبة وجزاك الله خير، حبيت أشكره يعني. فيوم سلمت عليه قبلت راسه وإيده، وطبعاً هني طبعاً كبر، هذا كان حتى بعد العملية اللي صارت له، وصارت العملية رحمة الله عليه ب2002، جلست أتوقع تذكرونها المشايخ، جلست تقريباً 7 أو 8 أشهر في أمريكا، أي نعم. فكانت مقابلتي هذه لا بعد رجوعه، فتحمت له بالسلامة وشكرته، كان يقول لي أنت من أهل القرآن، وأهل القرآن إحنا نكون خدم لهم. أهل القرآن نكون، فهذه كانت مثل يعني الصفعة، يعني أنت يعني كل سبحان الله كل ما زاد احترام وتقدير أهل القرآن لحامل القرآن، أنت سبحان الله تشعر بالفخر وتشعر بالاعتزاز وتشعر بقيمة هذا الكتاب الذي اصطفاك الله سبحانه وتعالى بأن تحمله في قلبك وبين حنانيك. سبحان الله تيسرت الأمور وخلصنا وتخرجنا من جامعة أم القرى، وكانت طبعا لي مواقف مع بعض مشايخ الحرام ومواقف كثيرة، يعني الوقت لا يتسع لحصرها، بس من ضمن المواقف المضحكة أن حنا كنا في أحد القاعات، وكان الدكتور ينادي محمد البراك، فأقول له حاضر. طبعا ينتهي بعدين من المحاضرة، الله يذكرهم بالخير بعض الزملاء حاليا يجون يقولوا لي، طبعا يسألني الدكتور، عادة احنا عندنا عادة في الكويت ان مثلا نكتب الاسم محمد جاسم محمد البراك، بس في المملكة مثلا محمد بن جاسم. فالدكتور سألني قال لي انت من وين؟ قلت له انا من الكويت. فبعض الزملاء جوني قالوا لي القارئ محمد البراك يقرب لك؟ فهذا احرج سؤال بالنسبة لي، اللي يقول لي شنو يقرب لك محمد البراك القارئ؟ فأقول له معاك القارئ. يقول لي لا والله لا تشذب علي، شي يصير لك يصير لك ولا يقرب لك ولا ما يقرب لك؟ أقول له والله أنا القارئ. يقول لي يا شيخ والله واحد منهم قال لي والله يا شيخ، وعطاني ظهره ومشى، لين بعدين عاد عرف أن أنا القارئ. أيضا من ضمن المواقف كان الله يذكره بالخير الشيخ عبد الرحمن الزديس، أنا هديته شريط الرحمن الوقيع وسورة يوسف بعمره سنة 93 أو 94، مو أنا اللي أعطيته، واحد الأشخاص اللي كان معاي وهو هذا الشريط. فكان في أحد القاعات وسبحان الله طلع من المحاضرة، فأنا طلعت
فسلمت عليه قلت له معاك محمد البراك من الكويت، حياك الله شيخ محمد وتشرفنا فيك وكذا. مشى شوي ونزل وانا كنت وراه، اقول لحظه وين اللي مساء سلم علي؟ قال لي محمد البراك، فانا كنت وراه رحت له. قال لي انت الطفل اللي كنت تقرا؟ قلت له نعم. وسبحان الله سلم علي سلام غير السلام الاول، وركبت معاه في السياره ورحنا. فيعني هذه ايضا كانت من واستمرت ما شاء الله العلاقه الى الان بيني وبين الشيخ. هذه من بركات يعني جامعه ام القرى. بعد ما انتهيت من المرحله الجامعيه، وهذا الموقف الثاني اللي انا ودي يعني اذكره، الله يسر لي اني انا اقدم على رساله الماجستير في جامعه الكويت. فكانوا المقدمين على البرنامج قرابه 70 او 75 شخص، وهم كانوا يبون فقط 5. فالحمد لله انا قدمت، وكان في خوف، كان في خوف ان هل انا اقبل او ما اقبل. كان طبعا 70% من الاختبار في القران الكريم و25 مقابله شخصيه. الحمد لله عديت المقابله الشخصيه وعديت اختبار القران، وكان في خوف لان كان في واسطات، وكان في لان العدد اللي كانوا يبونه شويه، وقالوا ممكن نزيد نخليه الى 10 اشخاص. دشيت على العميد الله يذكره بالخير موجود حاليا، فقلت له شيخنا بعرف وضعي هل تم القبول ولا ما تم القبول؟ قال لي النتائج ان شاء الله خلال يومين راح تطلع، بس انا ابشرك ان انت يعني من ضمن المقبولين. قلت له جزاك الله خير ومشكور وما قصرت. قال لي كلمه والله لحد الان اذكرها، قال لي بس ودي اقول لك شغله محمد. قال لي وايد ناس دخلت يعني واسطات ودخلت اعضاء ودخلت وزراء عشان يقبلون في البرنامج، بس يقول انت ما كانت لك واسطه الا القران الكريم، فهو واسطتك لقبولك في هذا البرنامج. فيعني كانت كلمته امانه يعني مؤثره. وهذه احنا يعني الكلمه نضعها في نصب اعيننا، اذا انت بتقدم على اي شيء وانت حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، فاعلم وثق بالله سبحانه وتعالى بانك ستقدم على غيرك. من ضمن المواقف المؤثره جدا جدا خلال تواجدي السنه الدراسيه اللي درست فيها في الكويت. شيخنا احنا عدينا الوقت ولا باقي يعني 10 دقائق؟ يلا احنا من ضمن السنه اللي درستها في الكويت، كنت ادرس طبعا من اسمح لي شيخ يعني على الكلمه هذه، من المواد اللي لا اطيقها ولا اشتهيها هي ماده النحو. اسمح لي شيخ. كنت اي طبعا. فسبحان الله المدرس كويتي وكان كبير في السن، بعد إذنكم. اي نعم. وكان كبير في السن هذا الدكتور. وكنت احضر عنده وما كان يعرفني، بس كان يحضر ان محمد البراك ويحضر فاخر يوم هو كانت عنده شعبتين، شعبة داوم أو اختبارها الأحد، وشعبة اختبارها الثلاثاء. فقلت له دكتورنا الحبيب أنا اختبار اليوم الأحد ما أستطيع أني أنا أحضره لظروف يعني صحية تخص في الوالدة، أو ما أذكر والله شنو كان عندي ظرف. فقلت له ممكن أني أنا أختبر يوم الثلاثاء؟ فقال لي ما في مشكلة. شو اسمك؟ قلت له محمد البراك. طيب قال خلاص تعال يوم الثلاثة. فجيت يوم الثلاثة واختبرت الحمد لله، الله فتح علي واختبرت وخلصت الاختبار. بسلم له الورقة قال لي لا أنت خليك آخر واحد. أنا هني خفت يعني يمكن شاف إجابة عندي خطأ أو شيء أو يبي يناقشني بموضوع. فقعدت والله لين آخر الاختبار، لين طلعوا كلهم قال لي تعال. أعطيته الورقة فقال لي أنا ودي أمثل الموقف شيخ، بس لو تسمح نفسك الميكروفون. هذه تعطيني شيخ ورقة الله يحفظك، ورقة واحدة بس اللي فيها عشان أشوف. لا 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 أبي ورقة فاضية. أي ما يحتاج. فمسك الورقة كان يقول لي اللي كان يقرأ اسمه محمد البراك أنت ولا واحد ثاني؟
قلت له لا والله شيخ هذا أنا. سبحان الله دمعت عينه دمعت عينه. قال لي طبعا أول شيء أبيك تدعي لي، أنا فيني مرض السرطان وأبي منك الدعاء وأن الله يشافيني ويعافيني. فدعيت لعسى الله يشافيك ويعافيك ويسر أمرك ويفتح عليك ويجزيك الخير. أنا الحمد لله هني ارتحت يوم يعني عرفت أن الموضوع مو موضوع شايد. فقال لي أنت من يعني كانت كلمته مؤثرة، قال لي أنت سبب بخروج ابني من 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 الظلمات إلى النور بسبب أشرطتك وبسبب أدعيتك، فكان يعني سبب خروجه من طريق الفساد وطريق الضلال إلى طريق الصواب، ومثل شخص كان سبب إنه ينقذ ابني من الظلمات إلى النور ما يستحق إني أنا أصلح له درجة اختباره أو شيء، خلاص روح أنت راح تأخذ إيه. ما شاء الله. فكان يعني أنا أتوقع أن رحمة الله عليه يمكن توفى، فكان أو عايش عسى الله يطول بعمره. فكان هذا أيضا من المواقف المؤثرة جدا اللي أثرت فيني وأيضا حطتني أني أنا لازم أكون على عاتق يعني أكبر من الجهد والعمل لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا باختصار قصة أخوكم ومحبكم محمد البراك. بعدين طبعا تيسرت لي الأمور أني أنا أدرس في بريطانيا اللي هي التمويل الإسلامي بحكم عملي أنا في مصارف ومؤسسات وبنوك إسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.